اليوم بعد أن تبخر كل شيء وسمعت آخر المهازي ولم تساهم اشتري اللي طحن كل العدو هذه صفقوني. سمعت آخر المهازي منذ شهور أمريكا تقترح أنها تحول قرار فتح القنصلية الأمريكية في الداخلة إلى قنصلية إلكترونية. ولاش؟ رأي واحد يدير بوابة إلكترونية كان خصنا نديرو هاد الهايلومان ونديرو هاد التطبيع ونخونوا القضية الفلسطينية وندمروا راسنا ونطبق عنا قول الشاعر في الحمقى نرقع ديننا نمزق ديننا لترقيع دنيانا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. حفظوا معي هذا البيت، هذا شاعر عربي قديم كيدعو على الحمقى من أمثالنا. نمزق ديننا لترقيع دنيانا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. إلا ما عندكمش مع الشعر التقليدي هاكو الشعر الحديث أحمد مطر. فوالينا أدام الله والينا رآنا أمة وسطا فما أبقى لنا دنيا ولا أبقى لنا دينا. نعاود لكم عاود باش تحفظوا معايا وخا هذيك كدير الحبس ما كاين مشكل. فوالينا أدام الله والينا رآنا أمة وسطا شنو الوسط يعني الوالي ديالنا فما أبقى لنا دنيا ولا أبقى لنا دينا. وساعي بدل الثمن هادشي كله قنصلية إلكترونية وتا القنصلية باقا ما كايناش. وتذكرون أنا يا راني سجلت هنا التاريخ، تذكرون اليوم الذي أعلن فيه ترامب أنه غادي يطلق يرسل المشروع ديال الاعتراف بالصحراء المغربية مقابل التطبيع؟ هذاك اليوم كان لا ماشي الإعلان، توقيع ما كانش تعدو جنبير، كان في 10 ديسمبر، كان في 10 ديسمبر. أنا بلا ما نشوف أنا عاقل 10 ديسمبر. علاش كان التوقيع؟ لأنه كان لا كان 12 ديسمبر، كان 12 ديسمبر لأنه 10 ديسمبر كتنتهي صلاحية التوقيع عنده. أنتم كتعرفوا الانتخابات كانت تكون في نوفمبر والرئيس ما كيسلم حتى جانفي. وهذيك 52 يوم اللي كما شرح لنا المهدي المنجر الله يجازيه في واحد المحاضره، تعرفوا العقل الامريكي كيدير 52 يوم هي المده اللي يحسبوا ملي نهار داروا امريكا كان غنعاود. الا شي مرشح ترشح في ساو باولو وربح وعلنوا النتيجه خاصو يركب على العود 52 يوم باش يوصل لواشنطن. فداروا مده 52 يوم وبقات واخا التقاليد كيبنيو لنا دوله لاقطه خاصها دير تقاليد ما عندهاش تقاليد. فوق تقليد انه من يوم اعلان النتيجه الى يوم الاستلام 52 يوم وخا دابا يجي في الطياره في جوج دقائق. ولكن داروا واحد النقطه وسط، هذاك الرئيس كيبقى يمارس من اعلان النتائج التوقيع الى يوم 10 ديسمبر. يوم 10 ديسمبر واخا كيبقى في البيت الابيض حتى تقريبا واش 11 او 15 جونفي ما كيوقعش. هو وقع عليها بعد ما دازت يومين على الصلاحيه ديالو. ماذا يريد ترامب بذلك؟ يستمر في خديعة المغرب وفي نفس الوقت يعطي فجوة البايدن إلى جوراه وبغى يتراجع القرار، يطعن فيه بواحد الشكلية تافهة وأنه موقع يومين بعد انتهاء سلطة التوقيع لدى الرئيس الخارجي لو بريزيدون سورتون كي تيقولوا رئيس المهزوم. يعني واحد شرى من عندك العرض ديالك فلوس، بعت له عرضك فلوس، وملي ديتي الفلوس لقيتيهم مزور عمله مزوره، باقي اكثر من هذا الهوان. حتى اللي رضى يبيع عرضه بالفلوس ويصبح عنده ديك الوظيفه اللي ما كتسماش ما نقدش نقولها واخا نكون ما صايمش، ملي جا لقى العمله مزوره. واليوم يمكن لبايدن وغير بايدن ان يتراجع عن هذا القرار، وماشي ضروري نعلو القرار كاع، ماشي ضروري نعلو القرار. علاش؟ عندنا واحد اللائحة دونتها هكذا على قدرة أمريكا على التراجع عن القرارات، اللائحة دونتها هكذا. أي نعم ها هو مسجلو ها هو تقرا ها هو مسجلو. هذاك ماشي داخل في سياق التراجع، بغيت نتكلم على التراجع. أمريكا تسني لك 10 سيناتورات، 6000 سيناتور، مليار سيناتور، 8 طن المداد، وتنقدك الغد لي وتخرج فيك عينيها. من يلزم أمريكا إذا تراجعت؟ وغنعطيكم أمثلة سريعة. المغرب كيقولوا أول دولة اعترفت بأمريكا سنة 1777 هي توقعوا اتفاقية التعاون التبادل. عمر أمريكا تفكرت هذا الشيء؟
النهار بغى ترامب يتخذ القرار عاد القرار خرج فيه الجملة الأولى المغرب هو أول دولة اعترفت بأمريكا وليد شحال دابا 250 عام لا أذكر أن أمريكا ذكرت هذا الأمر إلا مرة واحدة وهي ملي بغاو القواعد العسكرية الأمريكية تأنستالوا في المغرب في إطار الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا فاش درت قاعدة بن غرير وقاعدة النواصر وقاعدة القنيطرة وانطلق هذاك النار عاد تفكروا 1777 حتى 1942 عاد تفكروا ونساو عاود الذاكره عنده بالبوطون البوطون براغماتيك ماكيافيلي عاد تفكروها دابا وهما تفكروها هما ما تنساوش غير كينسيو هل تعلمون بان المغرب هو اول دوله اعترفت بالولايات المتحده الامريكيه واشتبك الاسطول المغربي مع الاسطول الامريكي في حرب المفنيه امام السواحل الليبيه بعد ذلك بعده شهور ما ينساوها المغرب ديك الساعه كان عندهم منطقه اخر سياق اخر ديال السياده والاسلام والعزه امريكان يلاه قاموا بقى عندهم حرب مع بريطانيا شحال بقوا كيتحاربوا مع بريطانيا من بعد قيام دوله امريكا بعد ما انتهاء الثوره ما يسمى الثوره انتهت مرت حرباني ضروسان واحدة بعد 11 عام من قيام أمريكا وواحدة من بعد منها بتسع سنين تقريبا وفي الثانية وصلوا البريطانيين أنهم ينزلوا يديباركيو ويدخلوا لواشنطن ويحرقوا البيت الأبيض كامل باقيين ملهيين بالحرب مع الإنجليز وجاءوا كيعتديوا على ليبيا شو ليبيا فيه واستغاث الليبيون بالمغاربة والجزائريين من النخوة والنجدد المغاربة الأسطول المغربي سبق الأسطول الجزائري رغم أن الجزائر أقرب إلى ليبيا واشتبك الأسطول المغربي مع الأسطول الأمريكي بالمدفعية يعطيني نعطيك بعد مدة قصيرة من اعتراف المغربي أمريكا ما ينساوش هذا الشيء طيب الأرجنتين كانت في واحد طغمة عسكرية حكيمة دارت انقلاب وقتلت الشعب ودبحت الناس وطحنت اليسار وطحنت الفلاحين وما خلات ما تدير وهذاك الانقلاب كان مدبر من امريكا 100% والتمويل من امريكا والدعم من امريكا هذوك العسكر واحد الوقت افلسوا اقتصاديا افلسوا اخلاقيا افلسوا سياسيا بغاو يديروا شي حركه يطلعوا بها اللي سميتو فقاموا بالهجوم على جزر المالوين وجزر المالوين جزء تاريخي وجغرافي من الاراضي الارجنتينيه لان جزر المالوين تبعد عن الشاطئ الارجنتيني ب 200 كيلومتر وتبعد عن بريطانيا ب 12000 كيلومتر ولكنها مستعمره بريطانيه وجزء من تراب بريطانيا اليوم وحل وناقش وهما سحبوا امريكا غتكون معاهم لما جد الجد وجابوا الانجليز الاسطول ديالهم هادشي راه غير في الثمانينات راه ما كنعاودش لكم على ايامات سيدنا سيف بن دياز راه في الثمانينات ملي اصطدم الجيش البريطاني بالجيش الارجنتيني واستغاث الارجنتين والامريكان باعوهم بريال لأن حساب التحالفات والمصالح هو مع بريطانيا ماشي مع الأرجنتين رغم أن الأرجنتين أقرب جغرافيا والأرجنتين ضيعة فيرما ديال الأمريكان كينهبوها ولكن لا هذاك التحالف آخر على مستوى آخر سياسي وتاريخي وديني واستراتيجي وعرقي لما أراد الأمريكان أن يخرجوا الإنجليز حيت الأمريكا راهم الإنجليز عارفين هادشي راهم الإنجليز نقسموا على جوج إنجليز اللي بغاو يستقلوا الإنجليز مع جلالة الملك اللي باقي عندهم لا لويوتي لما أراد الأمريكا يخرجوا الإنجليز جاو عند الهنود الحمر كانوا باقيين قوة باقيين شادين ثلثين البلاد وعندهم قوة تحالفوا معاهم هادوك ماشي ساهلين 30 قبيلة 30 شعب حتى هما ناقشوا القضية تفاوضوا فيها على الآخر انقسموا إلى ثلاثة أقسام قسم اللي بغى الحياد قال أنا ما ندخلش في هاد الحرب وقسم تحالف مع بريطانيا وقسم تحالف مع ثورة ما يسمى ثورة ديال جورج واشنطن استغرقت الحرب من 1774 1777 ثلاث سنوات ونصف حرب داروس طاحنة قتل فيها الآلاف من الطرفين وقتل داخل هذه الحرب الهنود كيتسموا الشيروكي الذين قاتلوا مع الإنجليز والوانادو الذين قاتلوا مع لما نهزموا الإنجليز وأفلسوا ماليا وعجزوا عن السيطرة وقرروا الانسحاب بدو كينسحبوا من الأراضي ديالهم لما نسلموها المفروض يسلموا الحلفاء ديال الهنود الحمر قاتلوا معاهم وماتوا على ودهم وزيدوا الأرض عرضهم سلموها للأمريكان ولا ميترو من بعد سال هادشي كله ما بقاوش الإنجليز كاينين بقاو على الأمريكان
عاود بداو كيتفاوضوا مع الهنود الحمر على السلم. انقسم الهنود الحمر الى قسمين، قسم محارب وقسم مقاتل، واحتفظوا بالاسمين القديمين الشروكي والوناد. هذه العمليه استمرت قرنين كاملين، قرنين كاملين. لما سالوا من المقاتلين جاوا المسالمين ودبحوهم كاملين، عقلوش عليهم. منير العكس عنده واحد الكتاب سميته ضخم، سميته دولة فلسطين، دولة الهنود الحمر لأجل فلسطين. كيدير واحد المقابلة ما بين طريقة باش تعاملوا مع الهنود الحمر والطريقة باش الإسرائيليين كيتعاملوا مع الفلسطينيين، مفاوضات وغدر، مفاوضات وغدر، مفاوضات وغدر. داير فيه واحد الترسانة الخرائط لا تخطر لكم على بال، التي كان يوقع عليها الأمريكيون كل 30 40 20 سنة في أي اتفاقية هدنة، ووقف إطلاق النار وافتراق الصفين، كيجلسوا تيرسموا خرائط كتكون استجدة في هذه الخرائط مواقع كسبها الأوروبيون ضد الهنود الحمر. فكيرجعوا الهنود الحمر تلك الأربع يرسموا على الخريطة، هذه أرضكم، هذه أرضنا، هذه بلادكم، هذه بلادنا، هذه دولتكم، هذه بلدنا، هذه منطقتكم، هذه منطقتنا. بحال هذيك الخرائط اللي داروا في أوسلو، وبحال الخرائط اللي داروا في غزة أريحة، وداروها في التعديلات ديال تنت، وداروها مع السادات. كل هذه الخرائط فيها اعتراف اللي الهنود الحمر بأراضي تكون دولة مستقلة ذات سيادة، وتيوقعوا على هذا الشيء. ماشي بحال دابا الهضرة على واحد الحاجة سميتها القنصلية في الهواء، القنصلية الإلكترونية، غتولي نكتة مع التاريخ. لا، خرائط وتجلسوا الجنرالات والوزراء والتوقيعات وشهود دوليين، بريطانيا عندها قوة كتجي تحضر كشاهد، ديك الساعة اسبانيا شادة أمريكا اللاتينية كتجي تحضر كشاهد، المكسيك كحليف كيحضر. يعني اتفاقات وازنة مكتوبة بالرصاص. ثم بعد 20 عام 30 عام كتغير الاوضاع، كيشدوا، تعرفوا قالك شي جوج كيضربوا في المحكمه، باقي ما جات النوبه ديالهم، واحد مسكين ساداج الاخو استدرج وقال لي اليوم انا غنقضي عليك. قال لي علاش؟ قال لي جبت الرسوم، جبت الرسوم اليوم غندير لك البلاد. قال لي راه خادو ويكمشوا وكالوا. قال لي خلاص يدخل هذا القاضي ده. الميريكان على امتداد واحد العشرات المحطات في القرنين 18 و19 كانوا كيكمشوا الخرائط وياكلوهم ويقولوا الاسرائيل الهنود الحمر زيدوا لقدام. الذي عنده خبره اربعه قرون في التلاعب والمداهنه والتلوي والنقد والغدر غادي يجي اليوم يوفي لشي حد شي كلمه، وزيد انت هذه الكلمه باقينا المغاربه مساكين اللي كيقنعوا بها راسهم. من الميريكان واضحين مع راسهم ما قالوا والو. واخا خلي الارجنتين عندهم مع عقده هسبانوفون، خلي احنا مسلمين ارى احبابهم جدودهم جدرهم امهم، شكون هي ام امريكا؟ بريطانيا. لاسباب يطول شرحها ولا افهمها اغلبها لانها اقتصاديه معقده، قررت امريكا ان تطحن الجنيه الاسترليني سنه 1986. كان شي مشكل بيناتهم، هبط جورج سوروس البورصه الاموال في لندن وهبط في نهار واحد 7 مليار دولار في 86، ربح 70 مليار دابا، ونزل على البورصه وطحنها، ودار في ثواني لديك الشيء الكترونيك حساس، دار في ثواني في العمله ديال الجنيه الاسترليني ما يفعلوا لنا 1000 ليره التركيه، وما فعلوا في العمله الماليزيا في التسعينات. لم يتورعوا الامريكان ان يطحنوا عمله امهم بريطانيا في لحظه معينه كان فيها خلاف. وتعرفون غير باش تشوفوا المفارقه، ان مارغريت تاتشر المراه الحديديه كما يسمون، المراه اليمينيه المتطرفه الراسماليه المتوحشه اللي ما عمرها قبلت الحوار مع النقابات ولا رحمه العمال، وكتدوي باللغه ديال الحكمه والشفافيه اللي اللغه ديال النيوليبراليه. هذه المراه تولت ولايه الاولى ونجحت فيها قوه، وتولت الولايه الثانيه ونجحت فيها، ودائما الدعم الامريكي الدعم الامريكي، وتولت الولايه الثالثه ونجحت فيها وغاديه. في منتصف هذه الولايه قرر ريغان انها تمشي بحالها على ود الخلاف، فما خلاوش تتكمل، اضطروها ان وهي المراه الحديديه ان تستقيل وتخرج من الحياه كليه سياسيه، وياتي نائبها واستمر الحزب الحاكم. يعني ما كاينش ازمه ثقه من الناخبين، ما كاينش انتخابات مبكره، ماشي فقدوا الاغلبيه في البرلمان، ماشي ما قدروش يدوزوا القوانين، لا باقيين. واش هاد الغداره، هاد بنادم اللي معجون من الغدر الثقبي انت، ودير معاه اتفاقيه انت اعترف لي بالصحراء انا غنعترف لك به، ويفعلوا هذا مع الكبار ومع الاحباب، يديروا معاك انت اللي بعيد وضعيف.